اليوم الرحال بالحزام الأخضر لمدينة زاكورا اليوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021. هذا المشروع ديال الحزام الأخضر هو في واحد المساحة ديال 300 هكتار تقريبا، تمت زراعة أكثر من 120 ألف شجرة. كنا من الناس اللي دعموا هذا المشروع هذايا نظرا للأهمية ديالو الكبيرة على المستوى البيئي، كما أن المكونات ديال هذا المشروع هذايا هي مكونات بيئية من حيث السقي ديالهم من طرف طريق المياه، تحلية المياه العديمة. ولكن اليوم تنتوقفوا على واحد الكارثة بيئية، واحد الجريمة بيئية مرتبطة في حق هذا المشروع البيئي الكبير. علاش مرتبطة أساسا بالإهمال؟ علاش؟ لأن مشي العطش، لأن هذا المشروع هذا تيتغدى من المياه العديمة، وتنعرفوا الاستهلاك الكبير ديال سكان مدينة زاكورا للماء في هذا الصيف هذا، وبالتالي راه تيمثل واحد تيوفر هذه المياه العديمة، تتوفر إمكانيات مائية اللي كافية لسقي هذا، ولا سيما أن كاين هناك الغوتا غوت إلى غير ذلك. ولكن تنشوفوا اليوم واحد التدهور كبير وكبير وكبير جدا، تقريبا واحد تقريبا الثلث ديال ولا اكثر من الثلث، تقريبا نصف ديال الاشجار ديال هذه الاشجار هذه اللي تغرست هنايا تم الاتلاف ديالها بواحد الشكل كبير. كاينه فعلا درجه الحراره، ولكن ما تيبررش هذا الاهمال هذا الكبير ديال هذا المشروع هذا الكبير. وبالتالي حنا تنتسائلوا دابا بهذا الشكل هذا، راه هذا الحزام الاخضر اللي مشات فيه 30% اليوم راه غادي تمشي اكثر من 50%، وبالتالي غادي نحكموا على هذا المشروع هذا. وهذا المشروع اللي كلف واحد الميزانيه كبيره ديال ملايير ديال السنتيمات من المال العام، من العيب ومن العار باش انه يضيع بهذا الشكل هذا. وبالتالي حنا تنحملوا المسؤوليه لرئيس المجلس الاقليمي باعتبار ان المجلس الاقليمي هو حامل المشروع وهو اللي تينفذ المشروع. وبالتالي حنا طرحنا مرارا وتكرارا ديال المتابعه ديال هذا المشروع في جميع المحطات اللي حنا دخلنا فيها في هذا النقص، ونبهنا ان المشروع من اهم المراحل ديال المشروع هو المتابعه. وبالتالي تنشوفوا اليوم ما كاينش حتى شي متابعه، وبالتالي ان المجلس الاقليمي تيتحمل المسؤوليه الاولى، كذلك تيتحمل المسؤوليه الاخرى العامل ديال الاقليم ديال زاكورا. اذا كان المجلس الاقليمي ما قامش بالدور ديالو فيما يخص حمايه هذا المشروع الكبير البيئي اللي عنده اهميه كبيره وعنده اهداف بيئيه كبيره، وتصرفات فيه اموال ديال سكان مدينه زاكورا، وتنشوفوه بهذا الشكل هذا، فهذا تيطرح اكثر من علامه استفهام. وبالتالي تنطالبوا بفتح تحقيق استعجالي فيما يخص هذا الوضع الكارثي اللي تعيشه الحزام الاخضر بزاكورا، وتنبهوا المسؤولين باش يدخلوا قبل فوات الاوان من اجل رد الاعتبار هذا المشروع، لانه احنا تملكنا هذا المشروع وسكان مدينه زاكورا تملكوا هذا المشروع نظرا للاهميه ديالو والاهداف ديالو. ويجب على سكان مدينه زاكورا عدم السكوت على هذه الفضيحه البيئيه الان اللي تعيشها هذا الحزام الاخضر لمدينه زاكورا.